لكن ظاهر أن المفاجأة هو في السقف الزمني غير المحدد. أي هو كانت تكون المفاجأة وأنه يقول سيبون يعني الأمد الزمني أفا ونرجع كما كنا. الجديد والصادم هي كلمة إلى أشعار آخر. يعني إلى أشعار آخر يعني مثلا حتى أمد يعني مسمح لا اسمع للمجتمع السياسي والنخب والمجتمع المدني وحتى حلفائه، حتى حلفائه قالوا له داكورد نمشوا في الفصل 80 انطفوا ضوء على تعسفك، فهمت، في كتطبيق هالفصل هذا، ولكن الرجوع الى الشرعيه والرجوع الى كذا لازم يكون مربوط بامد زمني واضح. الراجل بالكلمه نتاع البارح في البيان اللي خرجوا يقول إلى أشعار آخر هذه مصيبة ستتمدد، هذه مصيبة في البلاد بس تتمدد إلى أجل غير مسمى. علاش تعتبرها مصيبة سي نور الدين؟ اليوم الرئيس محمول عليه اليوم تطبيق بعض الإجراءات اللي أعلن عليها يوم 26 أو 25 جويلية مازال ما حققهاش، دونك مدد من أجل إجراء هذه الاستثناءات، هذه الإجراءات، تحويل وجهة الدستور، إيقاف المسار الديمقراطي، استحواذ على كل السلطة، رفض الحوار، منع والاعتداء على الحريات العامة في حدود الدنيا كحق.